يا مرحبا ترحيبة الروح بالروح، يا مرحبا باللي يلفون عزيزين. يا عم ابو محسن، عيال الشيخ عويج برا جايين نيابه عن ابوهم. يا هلا ومرحبا. يا هلا، الشيخ عويج غالي وعياله بعد غاليين. يلا يا الربع، يلا يلا خلنا نستقبلهم. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا هلا، حياكم الله. حن عيال الشيخ عويج جايين نبارك ونشارك، ومعاناتكم 200,000 ريال من الوالد. الوالد طالبني احولها عليكم، تصلكم بكره او بعد بكره على حسب الدوامات. وان كانها كثيره فانتم تستاهلونها، وان كانها قليله فالغلا يدسمها. بيض الله وجهكم، بيض الله وجهكم، وانتم وابوكم وعلمكم غانم. أبرك ساعة يا الربع، الله يحييكم. وقلطوا وقلطوا يا هلا يا هلا يا يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. أنت سالم؟ الله الله، ما شاء الله ما شاء الله، متغير يا ولد. خبرك من أول دب وعليك شنبات. هاي الخبر، سويت تكميم وخف وزني ونحت الشنب. هذول إخواني طال عمرك. ما شاء الله. وهالملحان هذولي؟ الملحان ذولي اخواني من ابوي، يعني ابوي متزوج ثنتين. ما شاء الله، الله يوفقه ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، حياكم الله. تفضلوا تفضلوا. اقول لك هذا سالم. الله الله، انا لي لزوم عند الرجال. شو لزومك يا ولد؟ شو لزومك يا ولد؟ الرجال ولد الشيخ عويج، راعي الفح على الطيب، راعي البعير ضرسان طال عمرك اللي قيمته 14 مليون. لو تشوف بناته ذهب، ذهب انتاجه. اسمع، انا ودي امسك الرجال وهرجه، فرصه انه جاء عندي نياق زينه مشريها طال عمرك، وبكلم الرجال نبي نودي البل عنده عند البعير، يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقنا منه بنتاج نبيع بناته بكره على ملايين. والله حتى انا وانا اخوك والله كان ودي اهرجه في موضوع مبطي. وانت بعد وش تبي منه؟ خبرت ناصر ولد عمي. ايه اعرف اعرف. الله يرحم حاله، عليه ايقاف خدمات وعليه ديون وحاله رديه. لا حول. ومتسلف من ولد الشيخ 70,000. 70,000 من سالم؟ الله الله، ودنا ان كان قدر ينزل منها، ولا عاد شكوة لله. لا والله الله هرجه، وهذا علم طيب ولك فيه هجر ان شاء الله. اقلطوا اقلطوا، الله يحييكم. اقلطوا اقلطوا، حياكم الله. يلا يا سالم انت واخوانك، اقلطوا حياكم الله. والليلة صنبلة هيا كم مكانك؟ هذا من فين ابدا اكله؟ من شواكله ولا من كراعينه ولا من فين ابدا يا رب؟ سلامات، وراك انت قلبت. اركد اركد، ها يلا اطفح وجنك. بضبطتك ولا ما ضبطتك؟ ضبطتني يا عيال. ذا يبغانا ناكل منه 3 أيام ما يخلص، وهذا الحاشي كامل. فين الكلاوي؟ جو جو جو، اجلس لا تفضحنا، اجلسوا. يا غزل فلوس قاعد قدام دفاية. أنت اجلس اجلس. والله مبرك منها يوم حضروا عيال الشيخ عويج سالم واخوانه. عقب اعتذر والدكم مريض، الله يشفيه ان شاء الله. الله يشفي الشيخ. الله والنعم فيهم، والله بركة ساعات. الله يحييك الله يحييك. وتستاهلون من يقطع لكم الحاشي بالسيف. دقيقة دقيقة يا الشبان، اديني السيف، اديني اديني السيف. أنا بقطع الحاج بطريقتي، ناكل نصه والنص الثاني نشيله معاه. خد مكة، خد مكة، في هناك فقراء ومحتاجين، فهمت كيف؟ نأكل البائس الفقير. أنا أعرف زكريا وأصحابي الزملاء في مكة، لأني راجع كدان، عرفت؟ أنت كل مالك صلاح، كل كله، والباقي أنا أتصرف. تمو تمو تمو. سالم. ها من سالم؟ ها
أنت سالم يا ابن الحلال؟ إي صح صح أنا سالم. طال عمرك نبيك في هرجة راسنا واللحية الغانم هذا. أنا؟ هي أنت يا ابن الحلال. خير إن شاء الله. خير إن شاء الله لمنك جيت معنا برا علمناك. طب عاد ياخذ من إخواني. لا لا لا, 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 لا. جحدتوني. ابن الحلال حنا نبي راسك أنت، ما لنا لزوم في غيرك. الحقنا برا عجل الله يعافيك، لا تأخر علينا. طيب طيب أبشر أبشر بجي. إذا تأخرت عليكم تبقوا على الشرطة أوكي؟ سالم وانا ابوك سالم يبا جيب جوالك وشغله على السناب خلنا بنشوف حفلة النشانيش والله نودي دي رحت لهم ابشر بي الغالي لكن لعل الجوال شبكته في الشاحن يشحن فضت بطاريته اول ما يشتغل افتح لك السنابات وشوف وانبسط واستانس العلم سلامتك طال عمرك ذكرنا عندكم بعير طيب فحل اسمه فرسان وانتاجه طيب اسلم وش اللي بخاطرك اللي بخاطري طال عمرك طمعانين فيكم طال عمرك انا شاري لي نياق وبيكم تسمحوا لي اجيب نياقي واحطها في شبك عند البعير فرسان لعل الله سبحانه وتعالى يرزقني منه بنتاج زين وبيع ولا تجيبها ولا شيء البعير فرسان جاك هديه ما وراها جزيه تستاهل فرسان هديه شد بالله انك ولد شيخ يعطي البل انا والله اني منحرج لكن والله لا تحلف كلمتي ما غيرها البعير جاب يا رجل ولد شيخ هذا طال عمرك ابوه يعطي البل والله نعم والله نعم طال عمرك انا بعد تكفى تكفى طلبتك ولا تردني ابد ابد قل وش تبي طال عمرك تخبر ولد عمي ناصر الضعيف عليه ايقاف خدمات وحاله يرثى لها وذاك الحين متسلف منك 70,000 ودنا الجماله تكفى ابد مسموح ولا ابي منكم شيء وان كانكم تبون زود ابشروا بعزكم بس الدعوه تحويل تصلكم بكره او بعد بكره يا رجل الرجال هذا وش نسوي به الرجال هذا طيب وغمرنا بطيبه ابيض وجه شبي ابيض وجه ولد الشيخ ابوه يعطي البن شد بالله عنك ابيض وجه كفو غمرتنا بمعارفك غمرتنا بمعارفك بيض الله وجهك بيض الله وجهك انا مشهور ضيفني عندك في سناب عشان اضيفك وتنشر لي وانشر لك يصير خير شكرا فضحنا دربد يا الربع يا الربع استاذنكم بس في كلمه من لا يشكر الناس لا يشكر الله الرجال هذا اشهد بالله انه معرب الخوال ومعرب الجدين وهو صادق انا ترى معرب الخوال ومعرب الجدين يا الربع هذا سالم ولد الشيخ عويج طال عمرك اللي يعطي البل مسكناها اول وقلنا له تكفى يا سالم البعير فرسان عندكم بعير طيب وانا شاري لي نياق والحين بجيب نياقي عندك نبي البعير قال له وش هو اللي تجيب النياق الله اخذ البعير كله وده لنياقك بيض الله وجهه عز الله انه كفو طب شويش بس صوتك حار ابشر يوم جيت يا الربع قلت له ولد عمي مدين لك ب70,000 هو اللي يطلعها كلها بيض الله وجهه بيض الله وجهه بيض الله وحده 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 يا مرحبا باللي حاضر يا مرحبا باللي لفى يا مرحبا باللي حاضر يا مرحبا باللي لفى يا مرحبا باللي حاضر يا مرحبا باللي لفى خلوها شرفونا يا هلا يا مرحبا وعويد شرفونا يا هلا يا مرحبا وعويد شرفونا يا هلا يا مرحبا انا اقول نستغل الفرصه ما دام مشغولين بالمحاور منحاش مقبول انت اقسم بالله جوهم البطل انا بروح اتحداهم الحين يلا يا شباب انا لميت الحاج الباقي في السياره ناكل الين ما نتعب يلا شردنا اقول اشرد لحالك انا بمشي تعال وين رايح بروح اطلب قسط يا فقي اقول له خليه يمشي احسن اقول امشوا معي رخوم بس خلوها انا عامر اي صح
أنا سالم أنا القادح جيت الملعب أتحداكم أنا سالم أنا القادح جيت الملعب أتحداكم أنا سالم أنا القادح جيت الملعب أتحداكم حن عيال الشيخ عويد جاي نبارك ونشارك ومعاناتكم في زواجكم 200,000 ريال وجيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في مرماكم جيت الملعب وشت الكورة وجبت الجول في أبو سالم وش جابك؟ وش جابني؟ هالرجال ذا سلوب لا عارفه ولا يعرفني ولهم بالعيالي أجلدوهم أجلدوهم أمسكوهم أجلدوهم انا عامر انا القادح وجيت الملعب اتحداكم خلوها